تحية طيبة نهديها لكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان عبر القناة الثالثة الرياضية من تلفزيون دولة الكويت. يسعدنا أن نكون معكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج الحصاد الرياضي، واللي نتابع من خلاله أبرز وأهم الأحداث الرياضية اللي شهدها هذا الأسبوع. فأهلا وسهلا بكم. والبداية مع التقارير الإخبارية، وبمشاركة نحو 31 متسابقا انطلقت بطولة الكويت للدراجات المائية لدراج ريس 2024، والتي تنظمها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري. خلونا مع بعض نتابع وياكم هذا التقرير مع مراسلتنا شهد الخميس. يقيم وينظم نادي البحري الكويتي الرياضي اليوم بطولة دراج ريس للدراجات المائية، وإحنا موجودين اليوم في مدينة صباح الأحمد البحرية لحضور هذه البطولة. تعالوا معنا واستمتعوا بتفاصيل هذا التقرير. انطلقت الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات المائية دراج ريس، التي تنظمها لجنة الدراجات المائية بالنادي البحري الرياضي الكويتي، بمشاركة 31 متسابقا في 3 فئات، وتم في ختامها تتويج الفائزين. وأسفرت نتائج هذه الجولة عن تتويج المتسابق عبد الله القباندي بالمركز الأول في منافسات فئة ستوك، فيما جاء المتسابق بدر الكندري ثانيا ويوسف الحميدان ثالثا. وأحرز المتسابق عثمان الهاجري المركز الأول في منافسات فئة سوبر ستوك، تلاه فهد الخلفان ثانيا، ثم المتسابق عقيل الشطي ثالثا. وتوج المتسابق محمد بربيع بالمركز الأول في منافسات فئة الأوبن، التي تعتبر من أقوى الفئات، تلاه محمد الباز ثانيا، فيما جاء عثمان الهاجري ثالثاً. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أحب أرحب فيكم في الجولة الأولى لسباق الدرج لنظم النادي البحري الرياضي الكويتي بمناسبة الأعياد اللي تمر فيها بلدتنا الحبيبة. اللهم لك الحمد، 32 متسابق من الساعة 9 تقريباً، من 9 ونص بدينا لغاية الحين. يمكن شفتوا فرحة الشباب، وكان هذا يعني هذا هدف النادي، التجمع الشباب، تجمع الشباب لحصول لاعبين للمنتخب. أنا يعني سعيد جدا أن هاي النتائج كانت جت في الشكل الصحيح اللي كنا متوقعينه إن شاء الله. والله الحمد لله، بطولة حلوة، تجهيز حلو، يعطيهم العافية النادي البحري على تنظيم هذه البطولة الحلوة. والله وفقنا، خلينا إن شاء الله المركز الأول. أخذت المركز الأول من ضمن أي فئة المشاركة اللي شاركت فيها اليوم؟ شاركت فيها ستوك، فئة ستوك شاركت فيها. أول مرة تشارك ولا سبق لك المشاركة من قبل؟ كذا مرة شاركت من قبل، خليت مركز ثالث، الحمد لله اليوم مركز الأول. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على تواجدكم معنا اليوم في هذا الايفنت او البطوله الاولى للنادي البحري الرياضي اللي يقيمها لبطوله دراج ريس الجيتسكي. امانه السباق جدا حلو اليوم، يمكن قاعد نشوف المنافسه حلوه في جميع فئاتها، يمكن بقيه المتسابقين يمكن ثانيين فيهم عند قاعد تحوش معطال بدايه السباق عادي، او بدايه الجولات هاي دائما الانسان تحوشه او المتسابق تحوشه هذه الاعطال، يتفاداها ان شاء الله بالبطولات القادمه. فامانه احنا سعيدين من يوم تواجدنا في هذه البطوله، والحمد لله ان حققنا المركز الاول في فئه الاوبن المفتوحه،
ونحب نشكر طبعا جميع الشركات الداعمه لهذا الايفنت والغطاء الحكومي له دور كبير طبعا في نجاح هذه البطوله، وان شاء الله نلتقي فيهم الاسبوع الجاي بالبطولات القادمه. هي بطولة من نظام الدراج ريس، هذه الجولة الأولى إن شاء الله، وفي بعد جولتين جايين إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله اليوم حصلت على المركز الثاني، كانت منافسة قوية بين وبين محمد بربيع، والحمد لله هو حصل على المركز الأول وأنا حصلت على المركز الثاني، ومبروك للي فازوا في هالجولة، ومعوضين خير اللي ما حالفهم الحظ يقدرون يعوضون في الجولات الجاية إن شاء الله. مشاهدينا، هذا كان تقريرنا اليوم لبطولة الدراجات المائية لدراج ريس اللي نظمها النادي البحري الرياضي الكويتي. نشوفكم في التقارير القادمة، مع السلامة. شكرا لك يا شاهد الخميس على هذا التقرير الجميل وعلى هذه التغطية الرائعة من قلب هذا الحدث. أما الخبر الثاني اللي راح ننتقل له، فاز الكويت على بلقان بنتيجة 3-0 رافعا رصيده إلى 45 نقطة ومعززا بذلك صدارته للترتيب العام، بينما بقي بلقان على رصيده السابق ب 35 نقطة في بطولة الدوري العام لكرة الطائرة. وفي مباراة بين نادي القادسية ونادي كاظمة فاز القادسية بنتيجة 3-2. خلونا مع بعض نتابع هذا التقرير. فاز القادسية على كاظمة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على صالة مجمع الشيخ سعد العبد الله في مقر اتحاد الكرة الطائرة، وذلك ضمن المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام للأصفر، ليرفع الأصفر رصيده إلى 42 نقطة، فيما ارتفع رصيد البرتقالي إلى 35 نقطة. وفي مباراة أخرى ضمن مؤجلات الدوري فاز الكويت على بورغان بنتيجة 3-0 رافعا رصيده إلى 45 نقطة ومعززا بذلك صدارته للترتيب العام، بينما بقي بورغان على رصيده السابق ب 35 نقطة. وبذلك يستمر الصراع الثلاثي بين بورغان والعربي وكاظمة على بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي بعدما ضمن القادسية والكويت تأهلهما رسميا، حيث تملك الفرق الثلاثة 35 نقطة، غير أن الأخضر يتقدمهما في المركز الثالث بفارق الأشواط، بينما يحتل كاظمة المركز الرابع ثم بورغان خامسا. وضمن بطولة نادي مصارف الكويت البادل، توج فريق بنك الكويت الوطني المركز الأول لفئة الرجال، وجاء بالمركز الثاني فريق بيت التمويل الكويتي، كما حصل على المركز الأول بفئة السيدات بنك الخليج، وحصل على المركز الثاني فريق بنك الكويت المركزي. نتابع معكم هذه التغطية مع مراسلتنا شهد الخميس. مشاهدين برنامج الحصاد الرياضي، اليوم تقريرنا عن النوادي الموجودين في نادي اليرموك الرياضي لحضور نهائي بطولة البادل اللي قيمها نادي المصارف الكويتي. خلكم معنا في هذا التقرير. We'll be right back.
البداية أحب أهني أعضاء مجلس إدارة نادي المصارف وأعضاء مجلس الإدارة على نجاح هذه البطولة اللي أقمناها لأول مرة على مستوى نادي المصارف. وللأمانة البطولة هذه ما جت إلا من قبل إقبال الموظفين واهتمامهم في هذه الرياضة، وكنا إحنا كنادي ونهتم في صحة موظفين أو القطاع المصرفي، جتنا فكرة إنشاء بطولة البادل واللي تمت مشاركة 11 بنك فيها بحضور 64 لاعب و12 لاعبة من قبل مختلف البنوك. والحمد لله كان صرح رياضي جميل، والحمد لله انتهى على خير وبنجاح ومشكورين. بنك الخليج يعني مشارك في فرق شباب وفرق سيدات، وخذين المركز الأول حق السيدات يعني، وفخورين في البنات اللي اشتركوا. ودائما احنا نشجع الرياضة ونشجع الاستدامة يعني والصحة ومشاركة الموظفين، وكانت بطولة الله يعطيهم العافية يعني نادي المصارف ناجحة، وكل البنوك كانت مشاركة يعني، فشيء جميل ان نشوف ان احنا كلنا متواجدين في نفس المكان يعني. معنا احنا بعد ما استقرينا على اللاعبين المشاركين سوينا لهم حصص تدريبيه استعداد للمشاركه بالبطوله، وهذا الشيء طبعا برعايه اداره البنك خصوصا اداره العلاقات العامه عندنا، موفره جميع الامكانيات حق جميع الفرق الرياضيه عندنا سواء كانت البادل او كره القدم او غيرها. طبعا انا ساره بهبهاني مع زميلتي شوق الخترش، مثلنا بنك الخليج في بطوله نادي المصارف للبادل، الحمد لله قدرنا نفوز بالمركز الأول. بالنهائي كنا ضد بنك المركزي وفزنا شوطين الحمد لله. طبعاً أي شيء يخص الرياضة يكون حلو، يعطينا احتكاك مع موظفين ومع زملائنا في البنوك الثانية، ونتعرف على بعض بطريقة مو رسمية يعني، تكون بطريقة ودية، فشيء وايد حلو. والله الأمانة البطولة كانت جدا ممتازة. نشكر نادي الاتحاد المصارف على يعني الأنشطة اللي قاعد يسوونها الرياضية خاصة حق فئة النساء القطاع المصرفي، استمتعنا وايد بالبطولة، والحمد لله أنا والبارتنر شيخ الرومي حصلنا على المركز الثاني، وإن شاء الله القادم أفضل. مشاهدينا هذا كان تقريرنا اليوم لنهائي بطولة البادل الموجودة في نادي اليرموك واللي ينظمها نادي المصارف الكويتي. نشوفكم في تقارير قادمة، مع السلامة. إذن شكراً لك يا شاهد الخميس مرة ثانية على هذا التقرير الجميل والرائع، وأنتقل معكم إلى الخبر التالي. ارتفاع مستوى لاعبات رفع الأثقال وتحقيقهم الإنجازات وحصولهم على مواقع متقدمة في البطولات، التفوق لم يأتي من فراغ بل كان وراءها جهد متواصل من أجل الرقي في مستوى اللعبة. ضيفتنا اليوم بطلة متميزة في هذه الرياضة، خلونا مع بعض نشوف هذا التقرير ونرجع نرحب بضيفتنا العزيزة ونتعرف على إنجازها ونتعرف أيضا على الاستحقاقات القادمة من بعدها التقرير. قطعت الرياضة النسائية الكويتية شوطاً طويلاً وخطوات ثابتة على طريق التطور الملحوظ في العديد من ميادين المنافسة، وأصبحت هناك العديد من المواهب والبطلات القادرات على تحقيق إنجازات كبيرة على المستوى المحلي والدولي. وزاد إقبال الفتيات في الكويت على الألعاب القتالية بأنواعها، واستطاعوا المشاركة في المحافل الدولية وإثبات جدارتهن فيها بتحقيق المراكز الأولى في البطولات الإقليمية. قماشة عادل المنديل بطلة حديثة عهد في مجال رفع الأثقال والقوة البدنية، وعلى الرغم من حداثتها في هذا المجال إلا أنها حققت العديد من الإنجازات المشرفة ووضعت بصمتها بكل جدارة. ومن أهم هذه الإنجازات المركز الثالث في بطولة العرب التي أقيمت في أربيل، وذهبية ماستر بطولة تشالنج فئة 69 كيلوغرام، وآخرها بطولة الباتل وحصلت فيها على المركز الأول ماستر فئة 69 كيلوغرام.
رجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير ونرحب بضيفتنا اللي شرفتنا اليوم قماشة المنديل، حياك الله معنا. الله يحييك. والسعداء بالتواصل وإياك، وبالبداية مبارك لك قماشة، يعني آخر بطولة لك بطولة الباتل أوف ذا إيست، صح؟ وحصولك على المركز الأول يعني ماستر عن فئة 69، وهذا إنجاز وايد كبير لدولة الكويت ولك أنتي كبطلة تقدمينه، فكلميني عنه. الله يعطيكم العافية. نعم، خذيت المركز الأول في البطولة عن فئة الماستر. في البداية أنا يعني أشكر مدربي كابتن يوسف جمال على الإعداد والتجهيز للبطولة، والحمد لله توفقنا فيها. قدرتي توصلين حق اللي تبينه؟ إيه الحمد لله، بس مو اللي كل اللي أبي، يعني أكيد الإنسان يطمح للأعلى والأفضل والأقوى والأحسن. أنت كنتي متوقع أنك تقدمين أفضل من شريك قماشة؟ صراحة إيه، يعني أنا الحين يعني أنت الأول بعد شلون أفضل من شريك؟ يعني هو أنا يعني اللي شايلتها ثالث مركز. أيه؟ تقريبا في الوزن أكثر وزن شايلتها أنا ثالث مركز. يعني أنا أطمح إني أكون الأولى أو الثانية أو الثالثة، بس إنه يكون أفضل والأفضل والأفضل إن شاء الله يا رب. أقدم دائماً الأفضل إن شاء الله يا رب العالمين. إحنا يعني نفتخر لما نشوف بناتنا الكويتيات يحملون هذا الهم بقلبهم علشان ينجزون باسم الرياضة الكويتية وباسمهم، وهذا الإنجاز الذي سيبقى في التاريخ، وأنت ريكورد في النهاية، ذا الريكورد اللي حققتيه يفيد بتصنيفك وكذلك بتصنيف اللعبة. لكن لو بتكلم عن أقرب المنافسين لك، منو كان أقرب المنافسين لك وشنو يعني التحديات اللي واجهتك أثناء البطولة؟ يعني شوف، هو في البطولة أنت تشوف المنافسين لك اللي يبي ينافسونك على المركز، أو اللي يبي ينافسون يكونون الأول أو الأوفر أول. تشوف المدرب اللي الحين هو يبي يحط زيادة علشان يفوز عليك، أو وتقدر تنافسه وتقدر تاخذ الأول أو الثاني أو بس هي يعني بالنهاية منافسة شريفة بالبطولة. صراحة كانت وايد حلوة، وايد استمتعت، يا وايد المنافسة الشريفة، كنا ندش نسخن مع بعض كلنا، فواحدة تشجع الثانية، المدربين هم من نفس الشيء، فكانت المنافسة حلوة. برا البطولة يمكن يكون في ناس تتابعك، بس أنا ما أشوف اللي برا. بالبطولة ما يخالف نشوف بعض ونشجع بعض ونبارك حق بعض. كنت مركزة وايد بالأجواء جدا. وإذا طاحت مني رفعة كانت سكوات. السكوات الثاني زعلت، لأنه كان في عندي الأفضل. إن شاء الله نقدمه بالبطولات إن شاء الله. شلون تتجاوزينها الحين؟ قماشة هذه مرحلة حساسة، أنت بالبطولة رفعتي السكوات طاحت منك، نفسياً أنا أتأثر، شلون أدش على اللي عقبها؟ لا خلاص تنسى. تنساها وتدش على اللي عقب. أنا دشيتها كانت إيزي، كانت like the better، يعني كانت وايد سهلة، وكانت بس ما يخالف، هذا كتبة الله، يعني دي إن شاء الله أكبر دشيناها بالنادي وندش ان شاء الله اللي بعدها ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله يا رب. انا حاب التفاؤل والحماس اللي داخلك، وحاب قماشه اللي تتكلم بفخر واعتزاز. صراحه اكتسبت هذا الشيء، هالشغف، من مدربي يوسف جمال. انا وايد حبيت اللعبه، صار في تحدي اكثر، شغف اني اقدم الاكثر، اقدم الافضل، اني انافس، اني انجز، اني اكون الافضل بين الكل. طبعا كابتن التركيت، محمد التركيت، كابتن يوسف الكندري ايضا كان معي، محمد العبد الله تغذيه، لان حياتي صارت محترفه الحين خلاص. ما شاء الله عليك. ان شاء الله يا رب من انجاز لانجاز، وما اسمع عنك الا الميداليات الذهبيه وبس، حتى فضيه برونزيه لا، بس ذهبيه ان شاء الله. زين، كانت بدايتك عام 2021 مع نادي النصر، عدل؟ اي نعم. كلميني عن هذه البدايه وليش اخترتي هذه الرياضه تحديدا. طبعا انا اشكر كابتن حسين سعيد، لان امن بقدرتي. انا كنت دوني داشه خمس اشهر فقط في اللعبه، بعدها سافرنا اربيل، رشح اسمي والحمد لله، يعني صارت لي، كان مستوى جدا متواضع، يعني انا اليوم في رفع الاثقال انافس اللي كانوا قبلي باربع سنوات، انا اقدر انافسهم على نفس الستيج. ما شاء الله. فهو امن بقدرتي بذيك الفتره. اي نعم، نافست فيها، جميله كانت، رفعت فيها اسم الكويت، فرحت حيل فيها، الانجاز المتواضع، لا ان شاء الله نبي نطمح للافضل. نعم، انت حصلتي في هذه البطوله تحديدا بطوله العرب في اربيل على مركز متقدم، كلميني عن هالتجربه، شو تعلمتي منها؟ الاصرار، شغف في اللعبه، الاستمرارية، ان انا اذا ابي مركز الاول لازم استمر، لازم اتعب، لازم اتعب، لازم تصير حياتي محترف. انا ترى معلمة، فشلون يعني اوفق معلمة بين معلمة بدنية، معلمة روضة. إيه؟ شلون اوفق بين حياة الرياضة
والعمل الحمد لله انا معلم متميز فانا ابي كل شيء يكون بيرفكت وان شاء الله راح اوصل حق هالشيء. وانت بيرفكت ما شاء الله عليك ان شاء الله. من تركز في الجانب التربوي ورياضه الاطفال واصعب مرحله وتربي هذا النشأ وعندها انجاز في الجانب الرياضي اكيد راح تكون انسانه مثاليه. اطفالي فخورين فيني بالبطوله دازيلي مبروك اطلق ماشه ويعني تبارك بالصوت فويس نوت يعني كان يعني كان انجاز الكل احتفل فيه يعني لدرجه كابتن يوسف الشطي يعني صراحه دز لي ان الف مبروك قماشه ويعني في ناس وايد فرحت بهالانجاز يعني كان انجاز الحمد لله متواضع والقادم افضل واقوى ان شاء الله. رياضه الاثقال قماشه عليها اقبال من قبل السيدات الحين ايه الحين ما شاء الله صار وايد في اقبال صار وايد في بنات يلعبون وفي وايد بنات اقوياء يمكن احنا كان في اسامي ايام بطوله اربيل بنادي النصر ابرار الفهد خذت ميدالية الذهبية البلوشي انا قابلت واحدة بنت البلوشي بلوشي فاطمة بلوشي ونعمي. انفال صح مزين في بطلات وايد حوراء الموسوي سارة حوراء صح ففي اسامي برزت فيعني هذا شيء انجاز حق الكويت كله. تخيلي ان كل الاسماء اللي انت ذكرتيها استضفناهم هني فاطمة وحوراء وما شاء الله عليهم حققوا انجازات كبيره واليوم انت واحده منهم الحمد لله اي تنضمين لمجموعه المميزات البطلات. زين كلميني عن روتينك قبل كل بطوله يعني عندك معسكرات تتدربين تروحين النادي بشكل مكثف تاخذين اجازه من الروضه ايش تسوين؟ لا ابدا كل شيء يمشي مثل الساعه حياه محترف يعني الاكل النوم الريكفري التمرين ماشي يعني ساعات يكون يومين ساعتين باليوم او فترتين باليوم او تكون فتره كاملة ساعتين إلى ساعتين ونص بعدها فترة تحضير لازم حق الدوام لأنه لازم كل شيء يكون كامل بس التمرين يكون ماشي مثل الساعة ما يوقف ويكون في لود وفي دي لود وطبعا أنا لأن أبي الأفضل فما أوقف يعني حتى ساعات مدربي يقول لي لا لازم تكون فترات راحة علشان تأدين عدل بالبطولة عموما بالبطولة أنا أكون جدا يعني أداء عالي يعني الحمد لله هايبر تركيز يعني المنتل يكون عالي فالحمد لله كله يطلع يكون بشكل مضبوط وحلو. من الدعم الأول لك؟ مدربي كابتن يوسف جمال يوسف الكندري همن محمد العبد الله أهلي أمي يعني أمي ترى بأربيل كانت يعني شبه موافقة بس الحمد لله فرحت بالإنجاز أخواني خواتي بالبطولة الأخيرة الكل كان حواليني كل العائلة مركز عملي روضة الوسم الكل معاي الداعم إنه يعني إحنا واجهة حق الكويت في ناس تؤمن بقدرات قماشة دش يعني بس إنه مجرد تدعمني بكلمة حلوة صادقة في رياضيين كويتيين هم نفس الشيء فالحمد لله الكل يعني معاي بظهري الحمد لله استعلين والله قماشة أنا أسمع وأكاد أرى صورة التفاؤل والحماس اللي داخلك بعد كل رسالة توصل لك إيش كثر يأثر ترى يا جماعة الرسالة الصغيرة اللي من كلمتين ألف مبروك فخور فيك من هالأعلى ما تتخيلون إيش كثر تأثر بنفسيتنا وبنفسية من يحقق هذا الإنجاز فإذا كنت تعتقد أن هالكلمتين عاديين لا اكتبهم وطرشهم وخلي اللي قدامك يستمتع وهو يقرأهم قماشة وصلتي حق الطموح الحين إيه بس في طموحات أعلى إن شاء الله نرفع فيها اسم الكويت بإذن الله. شنو عندنا استحقاقات قادمة بطولات قادمة؟ احتمال بطولة التشالنج القادمة باور ليفتينج وفي بطولات ويت ليفتينج بس للحين يعني على الطاولة يعني للحين مو مفكرة فيها عدل بس في بطولات يعني قماشة ما راح توقف قماشة ما راح توقف ما راح توقف ما نبي ما توقف موجودة نبي قماشة ما توقف والميداليات ما توقف إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تستاهلين يعني أقول لك من قلب فخور ألف مبروك وإن شاء الله يا رب القادم يكون أفضل بإذن الله. وهذه البطلة الكويتية التي تجلس أمامي اليوم إن كانت بحاجة فهي إلى يعني بحاجة إلى كلماتكم ودعمكم المستمر شكرا لك الله يعطيك ماشي العافية ويعطيك العافية الله يعطيك العافية أخوي كل الشكر شكرا على الاستضافة. إذا ننتقل معكم السادة المشاهدين إلى فقرة الحدث العزيمة والإصرار كناس إلى حين لأبناء العديلية الذين تمكنوا من حصد لقب بطولة كأس السوبر لكرة أصالات للموسم الرياضي 23-24 للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على نظيره الكويت بنتيجة 4-3 لقاء حمل في طياته الندية وكذلك الإثارة غير أن كاظم بلا شك لديه تحديات عديدة عندما يواجه الفرق
في البلاي أوف وتحديدا في الدوري. خلونا مع بعض نشوف هذا التقرير ومن ثم نعود. توج فريق نادي كاظما لكرة قدم الصالات المغلقة بلقب بطولة كأس السوبر للموسم الرياضي 2023-2024 للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على فريق الكويت بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة أشعلت لهيب الجمهور الحاضر. وحقق البرتغالي لقب البطولة في نسختها 13 بفضل جهود الجهاز الفني بقيادة المدرب الإسباني دافيد مارين الذي أجاد التوليفة المناسبة للدفاع عن اللقب ليستمر في المضي قدما نحو حصد الكأس الذي برهن على أن هناك عمل كبير وجهد جبار يبذل من قبل رجال الإعدالية. إن تتويج السفير بكأس السوبر لم يعد بالأمر الغريب، وذلك عطفا على الدعم اللامحدود الذي تحظى به اللعبة من قبل مجلس إدارة النادي والتي وفرت للجهازين الإداري والفني كافة سبل النجاح، وهذا ما انعكس على مردود اللاعبين إيجابيا وأدائهم الرجلي في الملعب والعمل بجدية من أجل حصد اللقب للمرة الرابعة. لذا تظل إنجازات البرتغالي رقما صعبا في كرة قدم الصالات الكويتية ومحط اهتمام وإعجاب الكثير من الرياضيين سواء في الكويت وخارجها. للحديث أكثر عن فوز كاظما بلقب كأس السوبر لكرة قدم الصالات 2023-2024 يسعدنا أن يكون معنا بالاستديو اللاعب والكابتن صالح حيدر. حياك الله معنا. الله يحييك ويحفظك إن شاء الله. سعداء بالتواصل وإياك يعني مكانك، وأنا اليوم أبارك لك يعني وأبارك لجماهير السفير لقب بطولة كأس السوبر للمرة الرابعة في تاريخ النادي، وهذا إنجاز يعني لم يأتي من فراغ، ودي في البداية أتكلم عنه. أول شيء الحمد لله، يعني هذا الإنجاز يعتبر حاليا هو اعلى معدل موجود كاس السوبر بالانديه، والانجاز هذا من بعد سنين من التعب يعني أكيد. لم ياتي من فراغ اكيد. ليش سنين ما قلت لي من بعد جهد مكثف بهالموسم احنا كرسنا جهودنا وتعبنا ويعني كان في عندنا خطه تدريبيه هي اللي خلتنا ناقم بهالموسم؟ لا ليش قلت سنين؟ انا قلت سنين لان من زمان ما اخذنا من زمان. فالحين الحمد لله جينا هالسنه هذه بالاعداد الاداري اليوم، نعم، محترفين يدد، نعم، وهذا تقريبا اللي ساعد الفريق انه يحقق الانجاز هذا. طيب انا يعني لو بتكلم عن المستوى الفني اللافت اللي شفناه وكذلك اللي شفنا فيه الفريق بالبطوله ما كان عادي، اثبت يعني هيمنه البرتقالي على اللعبه بلا منازع، وهذا شيء يدل على ان هناك سر، وهذا السر اوجد هذا التالق الذي لم ياتي من فراغ. كلمني عنه. اول شيء شوف كان عندنا خلل محترفين، اي كان بالمواسم السابقه حليتوها المره اكيد، فهذه اول هذه اول نقطه. اي ثاني شيء الجهاز الاداري كان ويانا بدر العيسى، نعم، جديد على اللعبه كان ويانا، نعم، وصراحه وفر جميع يعني الاشياء اللي يحتاجها اللاعب. شنو يحتاج اللاعب؟ الريكفري. هذا السؤال ترى مهم. الريكفري سريع، مين المحترفين موجودين، كل شيء، اللاعبين ما ينقصهم ولا شيء. هذا ساعد ان الفريق يحقق البطوله اكيد، الاصابات تعالج على طول، توفير جميع سبل الراحه للاعب، هذا اثر اكيد. زين دور الجهاز الاداري، انت اليوم لما قاعد تتكلم عن الجانب الفني وكذلك عن الجانب الطبي، ايضا الجهاز الاداري والفني بيوصلكم الى منصه التتويج له دور كبير، كلمني عنه. الجهاز الفني انت بنتكلم، نعم، شوف المدرب جديد علينا هالسنه، الفني والاداري بعد، المدرب جديد علينا هالسنه، نعم، فكان كل اللاعبين وكل الناس يعتمدون على المدرب القديم، نعم، اللي هو يساعد اللاعب بالراحه، مثلا يعرف التكتيك، يعرف الامور هذه الفنيه،
بس الحين مدرب جديد والكل تكلم عن نتائج كاظمة السيئة اللي في القسم الأول. فلما وصلوا المحترفين وصلوا المدرب الجديد مساعد المدرب مشاري ضبيبي هم كان كابتن نادي كاظمة، لما تالفوا مع بعض وكونوا المجموعة هذه خلصنا القسم الأول، اعتمدنا على اللاعبين جميعا ان نحقق بطولة هالسنة. واللي هي صارت شو اسمه بالكاس السوبر كانت من خلال بعد القسم الاول. طيب ابو حيدر عدل؟ اي نعم ابو حيدر يعني وليد. ابو وليد اي نعم، ما انا رحت ابو حيدر على اسم الوالد. اي يصير كذي يصير كذي. ابو وليد ونعم الله يفعل عليك. ابو وليد كيف ترى شكل المنافسه المقبله، خصوصا ان احنا راح يعني المرحله الجايه راح تكون نظام البلاي اوف في الدوري؟ شوف احنا متعودين الحين السنين اللي طافت كلها نكون موجودين بالنهائي بلاي اوف وكنا نخسر بالامتار الاخيره. فعندكم خبره النهائي اكيد. هذه خالص منها. وهذا اللي يبي له تكتيك خاص. اي واضفنا هالسنه لاعبين يدد، خذينا يوسف خليفه من نادي القادسيه، خذينا نجيب ونعم من اليرموك. هذه كانت اضافات قويه جدا لنا هالسنه وهي ساعدت واثرت في ان ناخذ احنا كاس السوبر هالسنه. فاتوقع كاظمة رجع للمنافسه وكاظمة ان شاء الله راح ينافس على لقب الدوري. قاعد تهدد صراحة احنا والكويت يعني هم ارباحنا ثلاثة ان شاء الله بنرجع. ان شاء الله ترجع ان شاء الله يا رب. وجود المحترف الاجنبي عولت عليه وايد بوليد وانت قاعد تتكلم، لهالدرجة يأثر برفع المستوى الفني بالدوري برايك؟ اكيد الاحتكاك يولد لاعب ممتاز، يعني خاصة هذول المحترفين قبلك بهاللعبة. فلما يكونوا موجودين بالتمارين موجودين بالمباريات يرفع المستوى بشكل غير مباشر مو طبيعي. يعني يكلم اللاعب كل دقيقة سوي كذي حي حي هذه حي حي فعلا. واحنا الحمد لله يعني احنا دورينا ترى من اقوى الدوريات اللي موجودة بآسيا تقريبا الدوري الكويتي، من كثر المحترفين اللاعبين والجودة كلهم موجودين بالدوري. طيب من اللاعبين اللي بفريقكم تعتقد ان في المستقبل سيتألق او بالمرحلة المقبلة سيتألق؟ حرام اقول ان في الاسم وتظلم اسم، لكن اكيد في اثنين ثلاثه ذيلا تقول قدام بدعين. صراحه اتكلم عن صالح الفاضل ونجيب الحين، هذول اللي قدام هذول وعلي ياسر. انا ودي اقول اسامي وايد يعني الصراحه هذول، لان تدري لاعب الصاله لاعب يكمل الثاني. فاذا هذا بالهجوم زين، هذا بالدفاع زين، هذا اللاين زين، فانتوا كمجموعه اكيد. طيب. ما اقدر اتكلم عن اللاعب. طيب انت اليوم بصفتك قائد الفريق يعني ثاني اكيد ثاني. إيه؟ يعني يعني اكون مباريات غالبا انت بالنهايه تحمل مسؤوليه اكيد، وانت ثاني يعني ممكن تكون عليك اصعب لانك تراقبه وتراقب الفريق اكيد، بينما هو يراقبك ويراقب كل الفريق كمجموعه واحده، انت تشوفه وتشوف اللي تحتك، وفي حاله غيابه انت تكون اللي موجود. نعم. فانت يعني عندك مسؤوليه كبيره في بعض الاحيان وهذا عبء. يعني شلون تقدر تتحمل هذه المسؤوليه؟ ولا هذا شيء ممتع بالنسبه لك انك انت تكون في ارضيه الملعب انت ما بين القائد وما بين الفريق كقائد ثاني، واحيانا في غيابه انت تكون الاول؟ للامانه هالشيء يعني كنت متعود عليه انا من اول. من اول اي يعني انا لما كنت لاعب ثيل هم كنت غائب. اي فالحين لاعب صالات. ايش كنت شو يختلف في الثيل عن الصالات؟ هو يختلف اختلاف كبير جايك، بس كمل على جهه القائد. فلاعب الصالات انا اشوفه انه لازم يكون مع المجموعه دائما، لازم يكلم اللاعبين المصابين، لازم يكلم المدرب، لازم يكلم المساعد، لازم يعرف مشاكل الفريق، لازم يساعد اللاعبين، لازم يساعد المحترفين. فهذا كان العبء الأول علي. الحمد لله لما تواجدت الحلول كلها الحمد لله قدرنا نتخطى هالشيء. والعموم يعني الحلو بهاللعبة أن يثقون فيك، خاصة اللاعب إذا شفته بالاحتياط ولا بالتمرين يثق فيك، وصدقني أنت راح تكون أحسن كابتن من اللعبة. الأحسن بالنسبة لك الثيل ولا الصالات؟ الأحسن؟ أنت لك الأحسن الثيل. اللي تحبه الثيل؟ أكيد أكيد برا و... أكيد مساحة كبيرة. مساحة كبيرة ولعب صجي أكيد. زين أنا ودي يعني أقف عند أبرز محطاتك السابقة مع المنتخب، البطولات اللي حققتها واللي شاركت فيها. كيف ترى مستوى أزرق الصالات اليوم في الوقت الحالي وماذا يحتاج؟ أول شيء الحمد لله حققنا بطولات كثيرة مع المنتخب، يعني منها كأس الخليج، منها بطولات خارجية دولية أوروبية حققنا فيها، تأهلنا كأس آسيا ثالث رابع، كأس آسيا بعد، وحتى عندنا أولمبيات، أولمبيات مركز ثالث ورابع بعد خلينا. ممتاز. فأنا أتوقع الحين المنتخب الجديد عناصر ممتازة جدا. تراهن عليهم؟ صراحة أنا راهن عليهم على اللي شفته بالشهرين اللي طافوا من مباريات ودية
كانت موجودة بالكويت. يعني الكل قال ليش شالوا اللاعبين الكبار وخلوا اللاعبين الصغار؟ فأنا شفت النقطة هذه الحين، شفت لما يكونون معتمدين على بعض من صغار راح يكبرون مع بعض، راح يأدون مع بعض. هذه نقطة وايد زينة. فاليوم العقلية والمنتاليتي اختلفت جداً. اللي قبل كان يقول لا احنا المفروض نحافظ على هالنخبة، اليوم بدأ يقول أنا أؤمن بوجود وبتطعيم الفريق بصغار، لأن مثل ما كانت لنا فرصة بتكون لهم فرصة. أكيد. يعني تأهلوا كأس عالم 2012، أنا أتوقع الجاي إن شاء الله بإذن الله راح يتأهلون. راح يتأهلون كأس عالم. يتأهلون إن شاء الله. يتأهلون لكأس العالم كرة قدم الصالات إن شاء الله. شنو يحتاجون عشان يحافظون على مستواهم؟ شوف، يحتاج جهاز إداري وفني على أعلى مستوى. والحين هو متوفر. هذا متوفر. متوفر الحين. أنت أهم شيء اللاعب يبي ينافس جسدياً، بدنياً، ذهنياً، نفسياً. موجود. نعم. نفسياً. هذه الأمور كلها متوفرة الحين. ومعسكرات. كرة قدم يعني بسألك، وليد كرة قدم الصالات لها معسكرات؟ معسكرات أكثر من ثيل. معقول. إيه. لأن اللياقة اللي تحتاجها أكثر من لاعب ثيل. معنى ممكن مساحة أصغر. المعدل البدني أعلى من لاعب كرة الثيل. لأن إحنا نلعب لعب حقيقي. يعني 40 دقيقة حقيقية بالدقيقة. بالتايم. أما بالثيل 45 دقيقة شوط الأول 45 دقيقة شوط ثاني. أتوقع على جميع المحللين اللي هني أسمعهم يقولون أن لعبة الثيل تقريبا نأخذ منها 30 إلى 40 دقيقة حقيقية. بس أنت بالصالة شوط واحد 20 دقيقة بس 20 دقيقة حقيقية لأن الوقت يوقف. فتحسب عليك الثانية الواحدة رايح رايح. و20 دقيقة ب20 دقيقة. إي نعم. فهني يحتاج. أتوقعها أنت راح تشوفها ساعة ونص على الراحة. معقول. زين. وهذا يحتاج منكم مجهود بدني عالي. لازم معسكرات. لازم مدرب لياقة. لازم مدرب لياقة، لازم معسكرات، لازم مباريات قوية. لازم. طيب، أنا ودي أرجع حق بوليد. صالح حيدر. اليوم كلاعب وكبطل عنده إنجازات، لو أسترجع معك أجمل ما عشته في مسيرتك مع كرة قدم الصالات، وين أي محطة؟ محطة الكأس. أي كأس؟ كأس الاتحاد. كأس الاتحاد. إيه. حققنا الدوري، حققنا السوبر، وما حققنا إلا الكأس الوحيد، وخاصة هي آخر ثانية. أي. وكان هني عندي إصابة، تقريبا كنت بعيد عن الفريق مدة سنة، فما لعبت الأهلي المباراة الأخيرة النهائي. وكانت يعني إحنا لو تعرف أنت الوقت بالصالات يتكون من أجزاء ثانية، فكان الوقت 0-0-0-1، كانت النتيجة 1-1، قولنا منها 2-1 أخذنا الكأس. أوبا، آخر أجزاء من الثانية. ثانية بس. صنعت التاريخ. ها. الحمد لله. بطولة سنة كاملة ملاعب دخلت صنعت. الحمد لله. هذه كانت أحلى. يا رجل لو ما سويت شيء يقولون وجهك خير علينا. الحمد لله. بس هذه اللي كانت أحلى. طيب الاستحقاقات القادمة شنو عندكم؟ الاستحقاقات القادمة عندنا البلاي أوف. اللي نعم. هو الدوري. نعم. اللي تكلمنا عنه قبل شوي. وعندنا الكأس. وعندنا الحين برمضان بطولة ودية مستحدثة. لأن الحين تدري إيقاف الدوري عشان استدعاء لاعبي المنتخب. نعم. فأتوقع الحين جميع اللاعبين لازم يكونون موجودين بهالظروف. قواك الله حبيبي ويعطيك العافية. حبيبي. أنا أتمنى كل اللي قاعد يسمعنا وعنده حب لهذه الرياضة أن يتجه لكم. تعانون من قلة وجود عناصر رياضية معاكم؟ يعني ما يبون يلعبونها ولا قاعد تشوف أن الأعداد كافية؟ والله أنا قاعد أشوف في توعية عليها، في إعلام عليها. الحين في إعلام عليها وفي زيادة عليها. قاعد أشوف دوري 17 دوري 19 اهتمام الحين أكثر وأحسن، والمدربين قاعد يزيدون، فالمدرب قاعد يزيد أكيد اللاعب قاعد يزيد. صح صح. قبل شوي قلت لي إن عندكم فترة إيقاف. إيه نعم. بسبب استدعاء منتخب. يأثر عليكم بصراحة؟ يأثر على اللاعبين أكيد، مو منتخب بس إنه شنو استحدثوا بطولة. أي. ودية عشان اللاعب ما يوقف. إيه. فبالتالي هذا قد يأثر عليك، وبالعكس قد يعطي منافسة حق الفريق. اللاعب الاحتياطي يلعب أكثر الحين. نعم. ويبين حق المدرب أنه أنا أستحق ألعب. تمام. فلها جوانب زينة وجوانب. أكيد. يعني ما توقف بالنهاية أنت. أكيد ما نوقف. لأن عندك البدائل الموجودة. تحتاج راحة. إيه طبعا. اللعبة هاي تحتاج راحة. يعني الحين إحنا خذينا أسبوع راحة وراح نرجع إن شاء الله من اليوم يبلشون تمارين. كم ساعة باليوم تتمرنون؟ يعني هل تمريناتها فعلا مكثفة؟ يعني مرات يكون عندنا تمرينين صبح. وعصر. ها أنت تتعامل مع اللاعبين عندك معاملة المحترف. لأن الهيئة مو قصرة بعد معطي اللاعبين احتراف.
فبالتالي مرتين باليوم. مرات انت مرن صبح ومرات تمرن عصر، بس الاكثر يعني هي الماكسيمم ساعتين. وليد احنا شنو مستوانا بالخليج؟ مستوانا بالخليج الاول كرة قدم الصالات. تقولها وانت واثق؟ اكيد. شاركنا بطولتين خليج للمنتخبات، خذينا الاول ومرتين. متى؟ يعني 2012 و2015. بس من زمان. اي بعدها وقف شوي. بعدها ما لعبتها؟ اي ما وقفوا. كأس الخليج وقف. اي هو نفس يعني البطولة هذه وقفت. اي بطولة الخليج وقف. ترجع تتوقع؟ اتوقع خلاص الحين راجع. راجع. سنين راجع. وانتم مستعدين لها؟ لاعب الكويتي جاهز حق البطولة، أنا متأكد من هالشيء. والله وإحنا نراهن عليكم، نراهن على إنجازاتكم، صدقني. ونراهن على إبداعكم. وأنت أتوقع أن العموم يشوف لعبة الصالات بالكويت وإنجازاتها والكثير يتكلم عنها. إي ولكن إيقافها على مستوى الخليج ما حبطكم؟ يعني بالنهاية أنت محتاج أن يكون في لها انتشار واسع ويكون لها تقدير من قبل دول الخليج، ويكون في لها يعني جانب مهم. شوف كدول الخليج الحمد لله موجودين بكل التحافل. إيه؟ يعني انا قاعد اشوفهم موجودين بكاس اسيا، كل دول الخليج موجودين بكاس اسيا، مع ان هي كان فيها تصفيات يعني يمكن تاهل يمكن لا، واخر شيء تلاقيهم كلهم موجودين. اي لكن انت اليوم قاعد تتكلم، انت اول الخليج 2015 صح؟ بس اليوم في اول مواجهه بترجعون، انت هل بتكون الاول؟ واثق بعد التغييرات والتطورات والعنصر المختلف، هل تتوقع ان انت راح تحافظ على هذا المستوى؟ شوف للامانه اكثر دوله يعني ممكن تخرعك كمستوى انه قريب منك حاليا السعوديه. اي رحت هناك لعبت بدوريهم سنه من السنين، صراحه دوري قاعد يشتغل بشكل مو طبيعي. اتوقع السنه هذه تحديدا السنه هذه راح تشوف السعوديه يوم مستوى الكويت. يعني عارف شنو قاعد تشتغل. وعلى مستوى على المستوى مثلا الاسيوي على مستوى وين احنا؟ اسيا الحمد لله احنا قاعد نحقق يعني ثالث رابع. يعني انت لا تنسى ان قبلنا موجود ايران واليابان. نعم. هذول المنتخبين. واجهت اليابان اخر مره؟ واجهنا اليابان. كانت نتيجتنا؟ خساره. اي اذكرها. صعب يعني شوف فريقين هذول اقدم منك، حتى اتحادهم اقدم منك. فهذول اللي يشتغلون على لاعب من عمره 12 للحين. احنا ما عندنا هالشيء، احنا عندنا اللاعب يدخل من عمره 17 18. احنا تاخرنا باللعب. ما عندكم استقطاب مبكر للاعبين او ما في نيه تسمع من الاداريين او حتى من الجهاز الفني انه يكون هناك استقطاب للاعبين بعمر مبكر شوي؟ اتمنى. انت ما تدري اذا في توجه؟ اتمنى اتمنى، بس التوجه حاليا اللي قاعد اشوفه من 17 16. ومو بس 16 17، حتى اللي قاعد نشوفه ان التوجه لكره القدم، ان ليش اروح صالات وانا قاعد العب في الحين انا اللي قاعد اسمع خلاص ان يعني لاعب الصاله نفس لاعب الثيل حتى بالاحتراف حتى بكل شيء، هذا شيء زين يعني. طيب انا وصلت معاك للختام، استمتعت بحواري معاك اللاعب صالح حيدر، كل الشكر والتقدير لك على التواصل معنا يا وليد، وان شاء الله يا رب من انجازات الى انجازات. بس كلمه صغيره. كلمه كبيره مو صغيره. مشكورين اول شيء على دعمكم انتم حق الرياضيين ومو مقصرين يعني. ثاني شيء اشكر الوالد والوالده لان احنا بهالعمر للحين 38 عسى ربي يحفظهم لك. اي والله بعمر 38 البيت اللي انت ما في انجاز الا بسبب دعوتهم. فانا احب اشكرهم لان هم اللي وصلونا حق المرحله هذه، وهم كانوا داعمين الاول والاخير لنا. واشكر هموم وليد بعد مو مقصروا ويانا، واشكر الاداريين اللي بنادي كاظمه اللي مو مخلين على ولا لاعب يكسر. اذا الى الجهاز الفني والاداري تحيه كبيره، والى أصدقائك ورفقاء الدرب اللي حققوا هذا الإنجاز تحية كبيرة، وإلى أم وليد التي ساندت هذا البطل وهذا الرجل تحية كبيرة، وإلى والدك والدتك بركة البيت اللي بدعائهم أنت وصلت إلى هذا الإنجاز، وإلى كل ولي أمر عنده بطل في البيت يدعو له في جوف الليل، تحية كبيرة لكم لإيمانكم بأبطالكم اللي رفعوا اسم الكويت وارتقوا فيها إلى هذه المستويات سواء بالجانب الرياضي أو حتى بالجوانب الأخرى. كانت هذه حلقتنا اليوم من برنامج الحصاد الرياضي، على أمل أن نلتقي وإياكم بحلقات جديدة، إلى لقاء جديد يجمعنا.